اهلا بحضراتكم من جديد. كل البيوت المصريه بتقعد تتفرج على التلفزيون ويعني الدراما التلفزيونيه وكمان السينما جزء كبير جدا من يعني وقت المصريين وخصوصا السيدات ويعني في كده وقت معين كل الاسره بتتلم وتشوف عمل ما ولما بنلاقي عمل له علاقه بالقضايا المجتمعيه اللي بتمسنا بشكل كبير بيبقى ليه صدم للنجاح كبير جدا والناس كلها بتتكلم عنه. جه وقت وبقينا بنشوف تكرار ونمط كده لكل المسلسلات مواضيع معينه بيكلموا عنها في كل المسلسلات وتلاقيها بتتكرر والناس ابتدت تقول طب هو ليه ما فيش اعمال تاريخيه؟ هو ليه ما فيش اعمال وطنيه؟ وابتدت يعني الناس في الاخر ده تلفزيون عندك الريموت وممكن تروح تتفرج على اي قناه انت عايزها وابتدى الناس تنصرف عن الدراما لانه في حاله من الملل وبعدين ابتدينا نشوف المتحده ابتدت تدخل في الاعمال الدراميه الوطنيه الاعمال الدراميه الدينيه وهنا الحقيقه مهم جدا ان احنا نتكلم عن بالتحديد السياقين دول عن العمل الدرامي الوطني والديني لانه جزء كبير من تشكيل الوعي ويعتمد على الدراما وناس كتير بتستقي معلوماتها التاريخيه والوطنيه تحكي لك عن الافلام ما يبقوش لا التاريخ ولا يعني اطلعوا على اي شيء غير الدراما فمهم جدا الاهتمام بهذه الاعمال واحنا بنحتفل بذكرى العشرة ل 30 يونيو كان مهم ان احنا نشوف اعمال تاريخيه بتوثق ده للاجيال اللي جايه كمان مش بس للاجيال اللي عصرت ده هنتكلم مع حضراتكم عن دور يعني المتحده في الاعمال الدينيه والتاريخيه وتسليط الضوء على يعني كل ما هو منير وكل ما هو ناجح خلال السنوات اللي فاتت على الصعيد الوطني وكمان آه الفكر الديني مع الناقد الفني طارق الشناوي اهلا بحضرتك اهلا, بحضرتك أهلا بحضرتك بخير وانتم طيبين الى آه اي مدى الدراما وتناولها للقضايا الوطنيه آه والدينيه آه بتحدث الفارق في آه تشكيل وعي المجتمعات هذا ده جزء مهم جدا لانه آه لم يعد الكتاب بالمعنى المباشر لكلمه كتاب هو الوثيقه الجماهيريه اللي الناس بتصدقها لا الغنوة والفيلم والمسرحيه مع الزمن بيتحولوا الى وثائق حتى لو في مثلا لو عمل فني زي صلاح الدين الايوبي انا كنت لسه هقول لحضرتك آه صلاح الدين الايوبي اه يعني الفيلم فيه اخطاء تاريخيه م. وفي شخصيات لم يكن لها اي ظل م. من الحقيقه لكن لانها اتقدمت في فيلم وفيلم ناجح اصبحت وكانها هي الحقيقه من هنا بتبدو بقى وبيبقى شايفين اهميه الدراما بكل التوجهات بتاعتها، بس عايز اضيف لك للاعمال الدراميه التاريخيه والدينيه ايضا الاجتماعيه، كان في نقله نوعيه مهمه جدا في قضايا اجتماعيه بنقترب منها بقدر من الاحتراز، م. لا يعني تحت الوصايه في رمضان الماضي لا اتكلم بكل جراه عن عن فكره شائكه لانها مرتبطه طبعا بالدين وكده فبيبقى الاقتراب يعني مقيد بـ بـ بتفاصيل عديده لكن ال الـ الـ السيناريست او الاثنين خالد وشيرين اللي هم كتبوا السيناريو وايضا المخرج شاكر خضير مم. محمد شاكر خضير لا يعني اقتربوا وقبلها امل فاتن حربي نفس مم. الحكايه فعايز اقول انه لا كان في اكتر من من جراه طبعا حكايه الاعمال التاريخيه كان دايما كل سنه قعدنا يمكن 15 سنه نقول اين العمل التاريخي؟ مم. الاعمال التاريخيه مصر كانت بتقدم اعمال تاريخيه واعمال دينيه من بدايه التلفزيون المصري وكانت تقريبا الاسره المصريه فعلا بتقعد لاعمال زي مثلا محمد رسول الله مم. لعده اجزاء فجاه توقف كل ده فجاه بدات الناس تحس انه لا الاعمال مش متكلفه لان التكليل الاعمال التاريخيه محتاجه ضخم محتاجه للانفاق وما هياش الحقيقه مش معنى الانفاق انك انت بترمي كده لا هتاخد بس عايزه تدفع هي, هي, هي يعني الجهه المنتجه بتكون عندها تخوف لما يكون الموضوع بيحمل قضيه جاده زي مثلا تحت الوصايه وحضرتك يعني اشرت لده وطبعا تحت الوصايه حقق نجاح كبير جدا وغير آه في كلام في تغيير قوانين والناس اتكلمت فعلا القضيه ملحه زي كده ممكن بكره القانون ما يتغيرش مش مشكله بس انت بدات تقول لا ان في حاجه غلط ده كان مهم قوي انه يتقال. فنرجع لمساله الانتاج وانه آه. آه يعني ده توقف الانتاج لو احنا آه. بنتكلم عن الاعمال الدينيه والتاريخيه. مش بس توقف هو كان الاسوأ من التوقف انك انت بتقدم اعمال هزيله مم. فبيرتبط عند المتلقي النوع ده ان هو اعمال اعمال ثقيله الظل وناس ما تشوفهاش وتبقى كده شايفينها او ناس بيكربوا الفصحى شويه وخلاص الحكايه مش كده. لا ده ده في تفاصيل في الديكور في الازياء في كل حاجه في الموسيقى في الاداء اللغوي في لازم بيبقى في مراجعه وهكذا. وغيرك بيقدم نمط مختلف يغذي شبابك بالافكار اللي هو عايزها مزبوط بيحكي التاريخ من زاويته فده شيء يعني هنا فارق برضه. ده مهم جدا لكن انت طالما تمتلك كل هذه المواهب في الوطن وقيمه مصر الحقيقه انها فتح الباب لكل المواهب صحيح مش بس المصريه العربيه, العربية. مم. وهتلاقي الليس مثلا حجه هو اللي اخرج الشافعي فهماني يعني انت عندك وفي اكتر في الموسيقى التصويريه كويس ايضا السورية اللي حطيتها في تحت الوصاية يعني عايز اقول انا بسعد جدا لما بلاقي مصر هي مصر عبر التاريخ اللي هي ايه مصر التي لا تغلق الباب دون المواهب اي اي موهبه عربيه بيرحب بيها وبتنجح وبتبقى بوابه عبور ليها بعد كده ويعني كارت نجاح ليهم طبعا والمصريين بيفضلوا يتقبلوا طالما هو الرهان ايه الموهبه فالمواهب الحقيقه كمان موجوده على كل المستويات وينبغي ان احنا يعني نؤكد ده دايما واي صوت يبقى عنده وجهه نظر معارضه نقول له لا يبقى انت مش عارف يعني ايه مصر هي دي مصر. تناول قضايا تاريخيه مهمه زي اللي حصل في الاختيار مثلا. اه. وده هنا يعني كان يعني فارق انه يتناول السنوات اللي حصلت واحداث التغيير كبير في حياه المصريين وكان بيعرض في يعني دول عربيه عده وجزء اول وتاني وتالت والتفاف جماهيري كبير جدا حوالين الاختيار. لازم لازم نحيي المخرج بيتر ميمي بجد. لانه في اعمال وطنيه مثلا بعد بعد حرب 73 6 اكتوبر مم. اتعملت افلام متواضعه يعني مم. عايز اقول ما يكفيش ان يبقى في عمل وطني لمجرد ان انت عشت تجربه عظيمه مم. كيف تقدم هذه التجربه بالدراما بالاسلحه بتاعتك بيتر ميمي كان عارف بيعمل ايه طبعا ومعاه فريق عمل رائع من الكتاب وكده منهم هاني سرحان في الجزء الثاني والثالث انما مم. وباقي بقى والعناصر الموسيقى والديكور كل ده انما هو كان عارف بيعمل ايه وجود عنصرين مهمين الدراما كخيال ومع الوثيقه ودايما هنجد ان الوثيقه يعني في الجزء الاول لو قلنا مثلا وثيقه نسبه 10% ففي الثاني هتلاقيها 30 في الثالث كانت 50 وكان الانتقال بين الدراما وبين الوثيقه اللي هي بتؤكد الحقيقه لان انت شايف بالصوت والصوره حقائق عاشها الوطن فلا تحتمل اي تفسير اخر غير ما نراه فكان الحقيقه استخدام ده كان شيء جيد جدا و و وعظيم ولاول مره لان كان في اسرار احنا حتى اللي عاش تجربه زيي وزيك ما كانش يعرف ايه اللي كان بيحصل في الكواليس كان في حاجات مهمه ايوه وكانت كمان مبهمه احيانا لكن تاكدنا من صدق الوثيقه يعني وتاكدنا من صدق الحقيقه يعني كنا كلنا شعرين ان في كابوس يعني المصريين حسوا ان هناك كابوس ينبغي التخلص منه دي حقيقه كل الناس عاشتها مهما اختلف الطبقه الاجتماعيه والسياسيه وتوجهاته لكن كنا كان كله حاسس بده كواليس بقى ما كناش ماسكينها قوي لا اكتشفنا ان كان في كارثه بقى هتواجه الوطن ده لو استمر هؤلاء في الحكم كانت كارثه بكل المقاييس هو تغيير يعني الهوية يعني أسوأ حاجة أن واحد تتغير هويته يعني الجينات بتتغير حد موسيقى وده طبعاً ضرب في المستحيل بس ده اللي كان الهدف وده يمكن اللي كان المحرك الأساسي للناس أنه الكل يعني الصعيدي واللي من بحري وكل الناس كانت حاسة بموضوع تغيير الهوية ده يعني صح. يمكن إحنا دلوقتي بنقولها بعد ما فهمنا لكن كان في حاجه بتحصل غلط يعني كان في طريقه لاداره الدوله او طريقه حتى في يعني رجل الشارع العادي يقدر ان هو يحس بيها في تغيير بيحصل في المجتمع ده مش احنا انا عايز أقولك طبعا وكان وكان في كان في ردود فعل تلقائيه جدا انا متذكر كنا بنروح دار الاوبرا تقريبا يوميا <applause> عادة الفنانين عاد والمثقفين على وجه التحديد كانوا من أكتر الناس والله الناس آه البسطاء كمان كانت بتروح مم بجد وده اجمل ما في الحكايه مش بس المثقفين ايه ايه اللي خلى الناس انا مثلا أروح مره في الاسبوع الاوبرا ايه اللي خلاني اروح كل يوم؟ احساسك ان هم عايزين حتى الاوبرا اللي هي لها سحرها ولها قواعدها حتى ده عايزين يغيروه مم يعني كان في ذهنهم يغيروا حتى الـ الـ الاوبرا اللي احنا نعرفها من ايام من, من ايام الخديوي اسماعيل مصر شوفي مصر قد ايه عظيمه الأوبرا موجودة من أيام الخديوي يعني النظرة دي وإنك أنت تطلع لفنون العالم موجود هم عايزين يغيروا كل ده فكنا بنروح الأوبرا وتلاقي الناس جريحة وبتتحدى لأن هم قالوا دول عايزين يطفوا النور م. وإحنا لا حن حن لازم نشعل الأنوار فكانت الحقيقة يعني ردود فعل عديدة كان مهم قوي توثيقها في أعمال درامية أنا بعتقد إن الاختيار بأجزائه الثلاثة يعني وثق كل شيء واكد حقائق كنا حاسينها بس كنا عايزين نشوفها كمان اذا هنا الدراما يعني استخدمت كاداء للحفاظ على المكتسبات الوطنيه بعد يعني فتره الكابوس دي صح ولانه كان احنا يعني عايز اقول فكره مثقفين او فنانين او او نخبه وده لفظ ما بحبوش هم اللي عملوا مفيش حاجه لا رجل الشارع العادي الناس كانت بتنزل تقف لا انا هنا كان قصدي ان هم آه من اكثر الفئات المستهدفه طبعا بالنسبه لجماعه الاخوان طبعا يعني حته انه نقضي على الـ على الـ الناس دي بفكرهم التنويري ده بالنسبه لهم كان هدف كبير يعني طبعا طبعا كان هدف واللي دافع عن ال عن ال عن الهويه الانسان المصري البسيط المثقف اه اتحرك لكن كان فيه مشاعر فطريه عند الناس ودي اللي ما قدروش ما اي طيار ي ي ي ي ي يواجهها اللي هو المشاعر الفطريه الحقيقيه اول ما تلاقي في اعتداء على ك... على كنيتك على ملامحك على مشاعرك على اللي انت متربي عليه وتحس علي. لازم كل اسلحه الدفاع بتظهر فكانت الناس كلها عندها هذا الاحساس الدراما جسدت ده بتفاصيله في صعوبه في الحبكه الدراميه في الاعمال دي على وجه التحديد طبعا <applause> اول ما تبقى انت عايز تعمل عمل وعندك هدف كده مطلق وهو اللي بيسيطر عليك بتبقى فيه خطا لا ده انت لازم يبقى فيه وجدان بيتحرك فهو اللي يعبر وهو اللي يرسم وهو اللي يحدد تركيبه الشخصيات فالحقيقه العمل الدرامي اللي يطلع بتحس انه طالع كده دفقه من مبدعيه هو اللي بيعيش هو اللي وهو اللي الناس بتحسه وعشان كده لما قلت فعلا ان كان العالم العربي وليس فقط مصر بتتابع الاختيار لانها لم تكن حاله مصريه م. لا انت وصلت بالفن انها حاله انسانيه شعب شعب بيدافع عن عن كيانه فالناس كلها حست بيها وعلى الرغم انه دايما في صعوبه للمسلسلات ويبقى تحدي للنجاح بتاع الجزء الاولاني ان الجزء الثاني ينجح فنوصل للجزء الثالث بالنجاح الكبير ده ده يعني امر ما بيبقاش سهل اصعب حاجه انك انت تدخل في سباق اللي هو الحواجز مم. انت عارفه في الحواجز بنبدا مثلا مثلا ب متر اللي بعدها تبقى 60 وهكذا فانت كل مره لو ما بتحققش اللي فات انت لازم تعلي فالمخرج الحقيقه كان حريص بيتر من ان هو دايما في بيعلي في كل جزء والا اصل في حاجه في الموسيقى اسمها كريشندو اذا انت التصاعد يعني لو انت بدل ما تعمل كريشندو حصل دي من وندو بتقع الفكره كلها فلا فكان في تصاعد حاجه برضو تحدثت عن امام الدعاء اه وكمان رحنا ل يعني المسلسلات الدينيه وازاي يتم تناولها ومساله انه يكون في تسليط ضوء على الفكر المستنير ما هو ده وكنا يعني في حقبة مسألة التشدد والإرهاب بشكل كبير وترويع الناس ويعني حتى أنه كتير جدا في السنة دي من أخواننا الأقباط سابوا البلد وكان عندهم حالة من الخوف آه, ناس كتير منهم مرضتش تسيب البلد وفضلت قاعده وكانت شايفه انه لا الخلاص جاي وانه على رغم كل الصعوبات والتحديات اللي احنا شفناها فضلوا مستمرين وقاعدين والحمد لله ربنا زح هذا الكابوس تناول القضايا دي داخل المسلسلات يعني ازاي ده ممكن يكون ممتع بالنسبه للمشاهد ازاي نقدر دراميا نخلي هنا في عامل الامتاع موجود تتحدث عن الانسان يعني الشافعي امام الشافعي هنا, هنا كنا بنتحدث عن طبيعه الانسان كويس وبالذات انه افكار الشافعي هي اللي احنا عايزينها. افكار التنوير، مم. افكار السماحه، لما مثلا يتقدم مشهد في مع راهب في الكنيسه وبيدي له دواء، ناس تقول لك ده مش موجود بالظبط في التاريخ، اوكي. مم. هو ما قالش ان انا بعمل سيره ذاتيه. مم. لكن انت لما بتشوف افكار الامام الشافعي اللي هي طبعا وده عظمه مصر، الامام الشافعي في العراق حاجه، مم. في مصر حاجه تانية لان مصر الوسطيه بتدي مناخ صحي جدا للفكر للفكر المستنير اللي هو يصالح الحياه لا يخاصمها، الامام الشافعي كان بيصالح الحياه، ما كانش عنده اي مواقف ضد المختلف دينيا، كل الاديان كلها طرق الى الله. كويس؟ فكان بياخد من من القسيس المسيحي او او الراهب المسيحي دواء دواء يعالجه. حصلت تاريخيا او لم تحدث لكن هذا الفكر هو فكر الشافعي فيعملها فانت في الدراما اللي هو اه يعملها اه يعملها بس فكان في الحقيقه تفاصيل عديده جدا بتخش في مناطق حساسه ووصلت الرساله يعني يعني رسائل الامام الشافعي بكل مرونتها وبكل احتياجها احنا محتاجين قوي للافكار صحيح. دي في المجتمع اللي ممكن يكون في جزء منه محتاج كل شويه تقدم له مرونة الإسلام سماحة الإسلام أنه ما فيش فيه التشدد اللي كان البعض بيعتقدوا أنه له علاقة ببناء الإسلام خالص ده خارج الإسلام إسلام بطبعه مرن وسمح ومنفتح وقدامه الفنان العظيم خالد النبوي طبعاً، بشكل طبعاً. كبير جدا كان كـ 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 كفن أداء قطعا قطعا والإمام الشافعي من أول ما ابتدى عرضه في رمضان اللي فات والناس كانت متفاعلة معاه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهنا أنا بشوف إنه الموسيقى كمان مهمة تامر كروان أظن مم. كمان مهم ده والمخرج بصي العمل الفني المخرج اللي يبقى فاهم بيشتغل إزاي بكل الأسلحة طبعا في أداء من الممثل ودخل قلوب الناس لا شك إنما كمان لما يكون في موسيقى في ديكور في أه أه مخرج عارف الصورة فين يعمل فيها ايه حركة الممثل وهكذا دي كلها كانت الحقيقة تفاصيل مهمة وهو المخرج اللي ليس حج اللي هو سوري مم. وده يحسب جدا لمصر جدا انها انها بتختار الأفضل مش مالهاش دعوة السفر احنا مش مش منغلقين على أنفسنا تماما, و تماماً. و وكالعادة مصر هي يعني منارة الفن وقبلة الفنانين طول صح الوقت صح على مر التاريخ فده مستمر وبيقدم من خلال يعني كل الاعمال اللي بتقدمها المتحده في النهايه حضرتك شايف ايه يعني الموضوعات اللي لسه ما ناقشناهاش في الدراما التلفزيونيه او السينما محتاجين ان احنا نشوفها تهمنا وتهم المجتمع بصي احنا بنعمل كوميديا وكوميديا جميله مم. انا عايز مزيد من الكوميديا انا شايف انه في يعني المصريين من حقهم شويه كوميديا اكتر بجد والكوميديا من خلالها بتقول كل القضايا صحيح يعني يعني مفيش بما فيها القضايا السياسيه والفكريه محتاجين لده طبعا الكبير قوي عمل لكن كمان عايزين اكتر صحيح وده شيء مهم يعني مين ما يحبش يعني يضحك ويستمتع بعمل فني قوي م. انا بشكر حضرتك شكرا, شكرا. جزيلا الناقد شكرا. الفني طارق الشناوي شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا شكرا